الخليجية ومساعي البحث عن الحلول المنطقية. خبر اليوم: بعد تشكيك واشنطن بدوافع دول الحصار، تيلرسون يأمل أن تكون مطالب محور المقاطعة معقولة وقابلة للتنفيذ. وفي بقية الخبر قراءة في أبعاد هذه الأزمة واتجاهاتها وسيناريوهات الحل الممكنة. مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم إلى بقية خبر جديد مباشرة من الدوحة، أصحابكم فيه أنا ليلى الشايب. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن السعودية وحلفائها من الخليج أعدوا قائمة مطالب من قطر لحل الأزمة القائمة. وقال تيلرسون: نأمل أن يتم تقديم لائحة المطالب إلى قطر في وقت قريب وأن تكون معقولة وقابلة للتحقيق. كما أشار الوزير إلى استعداده للقيام بدور الوسيط إذا فشلت الاتصالات الإقليمية، ولكنه أكد دعمه للجهود التي تبذلها الكويت في الوقت الحالي. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، الدعوة إلى الدول المحاصرة لقطر. أما الداعي فهو الفقيه تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، الذي يريد من الدول الثلاث تقديم طلبات مقنعة وقابلة للتنفيذ لكي تطوى صفحة هذه الأزمة ويعود الصفاء إلى مياه الخليج والود إلى دوله المتنافرة. هذه الدعوة تأتي يوما واحدا بعد تصريح لافت للناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية شككت فيه بجدية مطالب الحلف الخليجي المحاصر لقطر. مر الآن أكثر من أسبوعين على بدء الحظر، ونحن مندهشون من أن دول الخليج لم تعلن للناس ولا للقطريين تفاصيل الادعاءات التي لديهم تجاه قطر. ولأن واشنطن تسعى سريعا للملمة صراع الحلفاء هذا قبل أن ينفك من عقاله، حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن يتناول الأزمة الخليجية خلال مكالمة هاتفية لتهنئة ولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان، حيث نقل عنه دعوته إلى إيجاد حل سلمي للأزمة مع قطر ينهي الخصومة بين الدوحة وجيرانها. حراك السياسة هذا في عاصمة القرار العالمي يؤشر إلى أن العد التنازلي لانتهاء هذه الأزمة قد بدأ فعلا، ما لم تشهد الأيام القادمة تصعيدا مفاجئا وغير محسوب في ملف طبعته المفاجآت منذ اليوم الأول، خاصة مع تغيرات سياسية متسارعة في المنطقة بدأت بتولي ولي عهد جديد في السعودية يحبس الجميع أنفاسه في انتظار موقفه من الأزمة الحالية. التقرير عده الزميل عبد الله ولد سيديا. ارحب هنا بضيفي في الاستوديو، صالح غريب الاعلامي والكاتب الصحفي، والاستاذ الحواس تقيه الباحث بمركز الجزيره للدراسات. اهلا بكما. ابدا معك استاذ صالح غريب، هل لدى قطر تفسير محدد لما هو مطلوب وعفوا معقول وقابل للتنفيذ في المطالب التي يفترض أن تكون أعدتها السعودية والإمارات والبحرين كما ورد في وصف ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي؟ هو الإشكالية أنه يعني أنت لما تكون عندك تهمة حق شخص معين يفترض أن تعد لائحة الاتهام لهذا الشخص ومن ثم تلقي القبض عليه أو تقوم باحتجازه، مثل ما جاء في التقرير أنه الآن أكثر من أسبوعين ونحن ننتظر هذه لائحة الاتهام الموجهة إلى قطر بعيدا عن تهمة الإرهاب، لأنه الآن تكشفت كثير من الأمور من خلال التسريبات ومن خلال التحقيقات التي تجريها دول غربية، ليست قطر أيضا تجريها إنما أمريكا والدول الأخرى. وكان قطر منذ البداية، منذ أن تدخل أمير الكويت في المصالحة بزيارته لدول الخليج ومنها قطر، أنه قدموا هذه اللائحة وهذه المطالب لتلتزم فيها قطر وأن تكون أيضا واقعية حتى يتم تطبيقها. قطر أبدت استعدادها سواء كان للمصالحة أو للوساطة سواء كان الأمريكية أو الأوروبية أو العربية أو التركية أو غيرها من الدول التي أبدت المساعدة في أنها
تتوسط لدى الأوساط. إحنا كنا يعني كخليجيين، خلينا نقول إقليمي أكثر شوي من هذه الأرض، إنه إحنا كنا نتمنى أن يحل هذا الأمر داخل إطار مجلس التعاون، لكن من الواضح إحنا الإخوان عدوا التهمة مسبقا في أذهانهم واتهموا قطر بما ليس فيها، وبالتالي هم يعني جيشوا سواء كان الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والدراما التلفزيونية وغيرها من وشبكات التواصل الاجتماعي، وكلها حقيقة كانت تصب على شيطنة قطر في هذه الأزمة. السؤال في قطر ما هي هذه التهمة، ما هي هذه المطالب، ما هي هذه الملاحظات التي لدى دول مجلس التعاون على قطر؟ مع الأسف والعلم أستاذ صالح غريب، هل تملك قطر ولو أدنى فكرة تقريبية عن فحوى وطبيعة هذه المطالب بناء على كل ما سبق من مواقف وتصريحات؟ هو المشكلة يعني كل التصريحات التي صدرت سواء كان من وزارة الخارجية أو وزير الخارجية في حد ذاته قبل قليل لقاء معه، أو يعني زياراته للدول، إنه إحنا مستعدين للجلوس على طاولة واحدة ومن ثم مناقشة كل القضايا وكل الملاحظات التي لدى هذه الدول على دور قطر ومكانة قطر والتحرك القطري، وبالتالي يعني طاولة الحوار هي الفيصل في هذه المسألة. لكن التعنت ومثل ما قلت تجيش الهالة الإعلامية ضد قطر لإخراجها لدى المشاهد العربي أو المواطن الخليجي فإنها فعلا متهمة. لكن أسبوعين ومضى، وكما قال المتحدث أو قام كارت المتحدثة في البيت الأبيض، أنه إلى الآن ننتظر هذه القائمة. يعني هل يعقل أن يكون عليك حصار ويكون عليك قطع علاقات ويكون عليك منع طيران، وبعد ذلك لم تكن لديك أي ملاحظة من هذه الدول الثلاث على أداء دول مجلس التعاون؟ حتى الفبركات اللي تطلع الآن يعني مثلا في إعلامهم أيضا هي كلها حقيقة قبل التهمة. يعني هم جهزوا العقاب ولم يجهزوا التهمة. يعني الآن لسه قاعدين يفكرون الشروط العشرة أو الملاحظات العشرة اللي قيلت هي نشرت ضمن شبكات تواصل تويتر والفيسبوك وما غيرها. يعني نحن الدول لا تتعامل بهذا الشكل. يعني احنا كنا نتمنى انه احنا في اطار دول مجلس التعاون، في اطار العلاقه اللي تربطنا بين دول مجلس التعاون، لا تفصلني عن الرياض سوى 4 ساعات، لا تفصلني عن الامارات سوى ساعه، او البحرين 15 دقيقه، بامكاننا ان نلتقي، بامكاننا ان نتصل في القياده القطريه ونطرح الملاحظات التي لدى هذه الدول على القياده القطريه، ومن ثم يعني مناقشتها. وقلب قطر مفتوح يعني، وهذا ما كررته مرارا. صحيح. أستاذ حواس تقية، استمعنا إلى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مساء هذا اليوم يقول اتهامنا بدعم الإرهاب غير مقبول، هل هذا خط أحمر مسبق أمام أي لائحة مطالب قد تعلن وأمام الدول التي أعدت هذه اللائحة؟ أنا أعتقد أنه ما تفضل به وزير الخارجية وأحد الخطوط الحمر، حتى وزير الخارجية الأمريكي وضع خطوط حمر، لأن إذا تذكرنا ما كان يطالب به هؤلاء المحاصرون، كانوا يطالبون بأن اللائحة تسلم للدول الغربية، كأنهم كانوا يريدون أن يقولوا بأن لابد أن تكون الوصاية على القطر دولية، ولسنا معنيين بالتعاون الخليجي. لما يقول تيلرسون اذهبوا إلى التعاون الخليجي، ويقول الآتي: لسنا معنيين، لا توجد لنا مطالبات على قطر، وما تقولون بأن قطر تهدد الأمن الدولي وهي تدعم الإرهاب الذي يهدد الأمن الدولي، هذا ليس مقنعا ولا يعنينا، القضية هي خليجية بينكم ولا تعنينا، ونحن ندعم الوساطة الكويتية، كأنه يعيدهم إلى التعاون الخليجي، فوضع حد أمام هذا. الأمر الثاني كذلك، لعلكم تذكرون ما قال قرقاش لما في الجولة الأوروبية، قال بأنه يراهن على الوقت أن هذا الحصار سيطول، ويقول لهم تيلرسون لابد أن تحلوا القضية عاجلا، بمعنى أنه يحد لهم الإطار التعامل، لسنا معنيين بما بينكم، نحد لكم الوقت، لسنا معنيين بطول الأزمة، نريد أن تحل سريعا،
كذلك وزير الخارجية يضع حد، هناك خطوط حمر ينبغي كذلك أن توضع. لا نتكلم على وزير الخارجية القطري، الإرهاب لابد كذلك أن يسحب من الطاولة في مطالباتكم لا تضعوه. فما نراه حاليا هو تضييق الخناق على الدول المحاصرة، سواء السقف الزمني سواء الإطار الذي كانوا يريدونه وهو الوصاية، لأن نذكر أن قرقاش كان يقول بأن لابد من وصاية دولية ترقب السلوك القطري، هم يقولون لسنا معنيين، تبين لنا بأن الخلاف بينكم وخلاف خليجي ويحل في مجلس التعاون الذي لم يحترموه هم. لأن المفترض إذا كانت هناك مطالبات حقيقية ويقولون بأن قطر لم تلتزم ب 2014 ولا ندري على ماذا وقعت، لأنهم لم يبينوا أي توقيع لأي جهة زارتهم سواء وزير الخارجية التركي أو كذلك وزير الخارجية الأمريكي. إذا كانت لديكم خلافات اذهبوا إلى التعاون الخليجي الذي لم تحترموه، لأنهم لو كانوا يحترمونه لاجتمعوا ووضعوا مطالباتهم وأشهدوا على قطر عمان والكويت، خاصة الكويت التي لعبت دور الوساطة. فما نراه هو تضييق الخناق. الأمر الثاني كذلك في قضية تحضير المطالب، هذا تضييق آخر، لأنني أنا أخالف قضية أنهم ليست لهم مطالب، هم لهم مطلب لكن لا يستطيعون الإعلان عنه، لأن المطلب هو الوصاية على قطر ولا أحد سيقبل ذلك. لذلك هم ما يريدونه لا يستطيعون قوله، وما يقولونه هم يعرفون بأنه أقل مما يريدونه، لذلك هم سبقوا العقوبة قبل ذكر المطالب. هذا يذكرني بقصة لأحد الصينيين أوصى تلامذته إذا دخلتم إذا عدتم إلى بيوتكم فليصفع كل واحد منكم زوجته. فأحد الطلبة سأل لماذا؟ قال له إذا كنت لا تدري فهي تدري، فأنت اصفحها وهي تدري. فهؤلاء ما يريدونه لا يستطيعون التصريح به، بمجرد أن يقال لهم صرحوا به هم بعد ذلك يقولون بأن لا نستطيع، لأننا إذا أردنا التصريح سنطالب قطر بشيء سيلقى معارضة دولية وسيلقى معارضة خليجية، لأن حتى الكويت تقول لهم إذا أنا وافقت على الوساطة في وصاية على بلد سأكون أنا التالي، وإذا كذلك عمان تقول إذا كانت مطالبكم هي الوصاية على قطر فسأكون أنا التالي. كل هذا سيحد من مطالبهم السقف، لأن بمجرد المطالبة بالإعلان سيتراجعون عن ما يريدون. للكويت سيكون دور مهم ونشيط في الفترة المقبلة. أستاذ صالح غريب، نحاول أن نفهم قليلا ما حدث خلف الكواليس، لأنه ليس كل يعني ما يعلن كله. إذا أخذنا بالتصريحات التي قالت أننا سنرفع مطالبنا إلى الإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية يبدو أن لديها اطلاع الآن، هل هذا ما حصل؟ تم إطلاع الإدارة الأمريكية على هذه المطالب، والإدارة الأمريكية طلبت إحالتها وإعادتها إلى الكويت لتقدم مباشرة من الكويت، وهي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، إلى جيرانها وأشقائها؟ ولا شك يعني احنا إلى قطر تحديدا. لو استرجعنا الحادثة من 2014 إلى الآن، مما فبركت والهكر اللي حدث لقناة وكالة الأنباء القطرية وغيرها، حقيقة من التسلسل دراماتيكي في الأزمة، يعني في البداية كانوا هم متوقعين أنه الكل سيصدق أنه في إلصاق تهمة الإرهاب إلى دولة قطر. طلع هم الإرهاب، هم اللي يعني يدعمون الإرهاب كما يحدث في ليبيا، كما يحدث في اليمن، كما يحدث في سوريا، كما يحدث في كل الأقطار العربية، جيبوتي والانسحاب الوحدة القطرية والمصالحة القطرية اللي تمت وهدوء. الآن رجع الخلاف كما كان. إذن لما بدأت الرحلات المكوكية لوزير الخارجية والاتصالات التي تم سواء كان مع وزارة الدفاع أو بشكل عام مع القيادة الأمريكية، إذا استثنينا الرأي الرئيس ترامب وما أحدثه من يعني نتفهم نحن في هذا الأمر، لكن بشكل عام اطلعوا على يعني كل الملفات التي تتعلق بهذه التهمة، تهمة الإرهاب، لأن أنت لما تقول إرهاب معناتها يشمل الكل، لكن لما جيت فصصها
واحد اثنين ثلاثة لا تتضح الرؤية، ويتضح أنه قطر كما قال أيضا في قمة الرياض الرئيس ترامب أنه قطر شريك لمحاربة الإرهاب. إذن أين المشكلة؟ المشكلة اتضحت أنه ما قيل، آسف أقول هذا الكلام ونحن في شهر رمضان، كذبا على الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي عندما اتضحت الرؤية لدى الحكومة الأمريكية، أعتقد أن الغرب لم يقتنع تماما بتلك الرؤية، وبالتالي فضل أن يأخذ مساحة من هذا الخلاف وهذه الأزمة، ويراقب عن بعد على أن يتولى أو تتولى أطراف الخلاف الحل بينها. هم إشكاليتهم أنه لما ألصقوا تهمة الإرهاب كمحور لما حدث الآن في هذه الأزمة، مثل ما قلت من قطع العلاقات وغيرها من الأمور، فكروا أن هذه ستكون مقنعة لدى الغرب لاتخاذ موقف من قطر، أو للوصاية كما ذكر الدكتور أنه على قطر، أو تركيع قطر، أو إخضاعها إحنا عندنا مفهوم باللهجة الشعبية، وأنا آسف أنا كوني كباحث في التراث الشعبي أقولها، أنه كلمة سمط العمرك معناته أنه حاضر يا فندم على قولت إخواننا أنت تأمر وأنا ألبي، خلاص اللي تبونه سمط العمرك، وأنا ما عندي مشكلة، وأنا مستعد أغلق قناة الجزيرة، اللائحة 59 اللي فيها أسماء ليست لها علاقة بقطر ألصقوا بقطر، جمعية قطر الخيرية وعلاقتها بالأمم المتحدة اتهموها بأن هي يعني ضمن قائمة الإرهاب، وغيرها من الأمور التي نستمع لها بشكل يومي في إعلامهم ويفبركون. يعني اليوم مثلا أبو ظبي بثت مقابلة مع المعتقل حمد المناعي في يعني في رسالة جاتنا أنه رئيس الدولة يطالب المشاهدين في الإمارات وفي السعودية لمتابعة اللقاء. يعني ما هي هذه؟ أنت نحن نعرف أنه في المعتقل يعني تحت أو تحت التعذيب ممكن تقول أي كلام حتى لو ضد دولتك، مجرد أنه أنا يعني يتم إطلاق سراحي. إذن مثل وفبركة العطية وزيارته لمحمد خليفة العطية المستشار الأمير إلى البحرين والتدخل، يعني قطر تساهم مساهمة كبيرة في حل الأزمات بين دول مجلس. إذا كانت هي تستطيع حلها في الغرب، كيف لا تستطيع أن تحل دول مجلس التعاون؟ لكن أعطوها بعد آخر أنه هي تتدخل في الشؤون الداخلية، وهم الآن يتدخلون في الشؤون الداخلية. يعني أمس في ناصر الخليفة، ناصر بن حمد الخليفة، عندما اتهم قطر، وطبعا لم يسمي قطر لكن الدولة واضحة، ففي خطاباتهم وفي إعلامهم أيضا هي تجيش كله في إطار قطر، لكن الغرب لا يقتنع بمثل هذه الأمور. أنا معناته إذا عندك أنت مستند أنا أقدر أتبنى قضيتك. حتى على فكرة حتى ما حدث قبل هذه الأزمة مع الأمريكان والجهات الأمريكية الداعمة للطرف الآخر، لا يمكن أن يصدقوا هؤلاء إلا إذا كان هناك مستند، لأنه هاي في النهاية وراهم محاسبة في برلمان وفي مجلس الشعب وكونغرس وأمور من هذا الشكل. ليس كما نقال هنا ممكن تغريدة واحدة لأي واحد من القيادات في دول مجلس التعاون أنه تصدق ويتم الاعتماد عليها كسبة لهذه الدولة. أنا أعتقد دعوات على مستوى التصريحات فقط للجلوس والحوار، ولكن اعلاميا ويعني عمليه تجيش كامل. يعني لازلنا احنا نعول على طاوله مجلس التعاون، لازلنا يعني لازلنا حتى الحلقه اللي طلعت في برنامج في مسلسل غانم صليطي شو اللي يصير انه تفكيك مجلس التعاون وكذا، احنا ما نامل انه يفكك مجلس التعاون، لان 37 سنه ونحن نردد خليجنا واحد خليجنا واحد، يعني الاغاني اللي نرددها في 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 وجداننا الوطني. نريد قطر تريد أن تحافظ على مجلس التعاون، ولا كانت من البداية اتخذت أمور ضد دول مجلس التعاون أو اتخذت أسلوب آخر؟ لكن هي لا زالت حتى يعني تلاحظين إعلامنا القطري سواء كان المسموع أو المرئي أو المقروء كله يتعامل بهدوء وباحترام لرموز هذه الدول، لقيادات هذه الدول، لشخصيات حتى الشخصيات العادية، يعني حتى المواطنين. يعني وأنا من هنا أحيي حقيقة المواطن القطري ووعيه في أنه لم ينجرف إلى عملية استباب، إلى عملية التطاول، سواء كان مثل ما قلت على الرموز أو على الشخصيات أو على مفردات في المجتمع الخليجي، لأنه في النهاية هو يأمل أن تحل هذه الأزمة، لأن إحنا ما عندنا شيء نخاف عليه.
يعني أنا لما أطلع في أي قناة عربية أنا ما أرتجف شكلهم، أقول ما نرجف. ليش؟ لأن إحنا نقول الحقيقة. اللي يطلعون هم مع مثلا كلام الجبير وكلام أنا طلع معي في البي بي سي عبد الخالق عبد الله، كيف هم يرتجلون الكذبة ويصدقونها؟ لكن المشاهد مش غبي لهالدرجة. لذلك نحن لازلنا نعول على دور مجلس التعاون وعلى وساطة الكويت، لأن حكمة أمير الكويت بالتحديد الوساطة الكويتية. أستاذ حواس تقية، ضوء أخضر كامل أمريكي للوساطة الكويتية وما لا تعترض عليه دول الأطراف في هذه الأزمة، لكن ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر لإنجاح المساعي الكويتية؟ أنا أعتقد الشروط متوفرة لأن الضغط موجود، الضغط الأمريكي. هو إذا قارنا هذه الأزمة مع أزمة خليجياً أنا عارف إيه، لكن خلينا نضع الإطار الكبير، لأنهم لم يرجعوا إلا بعد ما تغير الموقف الأمريكي، وإلا لو صعدوا هم كانوا فقط يراهنون على أن ترامب سيقف معهم. لكن لما تغير الموقف الأمريكي واستلمت القيادة الخارجية والدفاع، عند ذلك وجدوا أنفسهم الآن تحت ضغوط. الآن الضغوط تملأ عليهم ولا تملأ على قطر، حلوا المشكل وسريعا وضمن المعقول، يعني ما تمشوا فيها كثير ولا تبالغوا ولا تحسبوا أنفسكم أوصياء على المنطقة، ضمن المعقول بمعنى ضمن الحدود، ضمن حدود السيادة بين الدول، وليستم أوصياء على المنطقة تضعون قوائم يعني تصوري أنهم يضعون قوائم لمواطنين كويتيين بدون مشورة للكويت. أين هي السيادة واحترام السيادة؟ صاروا يعني أكثر من الأمم المتحدة، صاروا هم الدول التي تضع القوائم وتقرر من هو الإرهابي وتقرر العقوبة وتنفذ. يعني هذه لا توجد في أي مكان في العالم، حتى الأمريكان لم يفعلوها إلا مرات، ووجدوا تجهم ووجدوا سخط دولي على ذلك. لا يمكن أن تجمع هذه السلطات كلها، فهم يقولون في حدود المعقول، يعني لستم أوصية، لعلكم فهمتم من ترامب أنكم أوصية، لستم أوصية، هذه دول مستقلة فاحترموا سيادة الدول. الشروط موجودة لأن الوساطة الكويتية ليست مدعومة فقط أمريكيا، هي مدعومة كذلك أوروبيا، فرنسا وراء الوساطة الكويتية، الألمان وراء الوساطة الكويتية، كانهم كلهم يقولون عودوا إلى منطقتكم، لا تأتوا إلينا، عودوا إلى منطقتكم، لسنا معنيين بخصوماتكم، وما ظننتم أنه ممكن أن يكسب تعاطفنا وهو الإرهاب، لا هذا ارتاحوا، لا هذا لا يقنعنا، عودوا إلى منطقتكم وحلوا الخلاف، والخلاف خليجي خليجي. لما يعودون إلى هذه المنطقة، طبعا إذا قدموا القائمة سيضعون في اعتبارهم الوضع الحالي، سيضعون ردود الفعل الكويتية، أي انتهاك للسيادة الكويت ستعتبره بأنه كذلك يتهددها. عمان كذلك، عمان في 2014 هددت بالخروج من التعاون الخليجي إذا ما مست قطر، فهذه كلها حدود على الموافقة الخليجية، لابد لهم من سند خليجي، يعني ليسهم كل التعاون الخليجي، هم ثلاث دول في مقابل ثلاث دول. الأمر الثاني كذلك، يضعون في الاعتبار الوضع الجديد لقطر، هم لم يذهبوا إلى التعاون الخليجي إلا مكرهين، لأن قطر استطاعت أن تعدل موازين القوى وتمنع ما كانوا يريدونه، فهم ذهبوا مجبرين وليسوا مخيرين. فقطر طبعا إذا كان هذا هو الوضع، لماذا تتنازل؟ لماذا تقدم تنازلات مجانية وهم يعني فعلوا ما استطاعوا؟ لو استطاعوا أكثر من ذلك لفعلوا، فلماذا تقدم تنازلات مجانية لأجلهم؟ هي ستراعي في هذا، في أي تنازلات أو في أي ترضيات أو في أي توافقات، خلينا نقول توافقات يعني ليست تنازلات، في أي توافقات ستراعي كل هذه الموازين. الأمريكان ضاغطين عليهم هم، الأوروبيين ضاغطين عليهم هم، ويقولون الوقت، يقولون بأن الوقت ليس في صالحكم. هل يفترض أن نوضع سقف زمني للوساطة الكويتية؟ أنا أعتقد الأمريكان ضاغطين، وهم حتى هما، وماذا يقول تيلرسون؟ يقول إذا فشلت الوساطة الكويتية نحن مستعدون، لكنهم لن يذهبوا للوساطة الأمريكية. لماذا؟ لا يريدون أمريكان وسيطا، يريدون الأمريكان متواطئا معهم. لأن الوساطة الكويتية ما يعني، الوساطة الأمريكية ما يعني، سيضعون قناة الجزيرة على القائمة. هل تعتقدين بأن الأمريكان يوافقون على الوساطة في مطالب تخلق حرية التعبير؟ يمكن هذا دخل البيت الخليجي يتفهم الوضع، لكن أنها تقدم لمسؤول أمريكي يقدم نفسه للعالم على أنه يرفع لواء الليبرالية والحريات ويتوسط بين خليجيين من أجل إغلاق الجزيرة وإسكاتها ووضع حدود لها، أو أنه يخالف المبادئ العامة للحريات وغيرها، كيف هم؟ هم إذا وجدوا، هم كانوا يريدون الأمريكان أن يدعموا فقط، يقولوا أوكي اضغطوا على قطر كما كان ترامب ونحن معاكم، لكن إذا تحول الأمريكان إلى
مرات يدينونهم، يعني نحن نشكك في مزاعمكم، تصور يا مزاعمكم، يعني لسنا معكم أوكي، بل صرنا نشكك ونضغط عليكم. هم الآن يفضلون الكويت أحسن، لأن الكويت ممكن الأمور تغلق، الأبواب تغلق. إذن أستاذ صالح، غريب من مصلحة حتى دول الحصار الثلاثة أن تنهي هذه الأزمة بسرعة في ظل هذه المعطيات المستجدة. لا شك، يعني ما ذكر الدكتور أنه الجانب الخليجي أقرب لهم لقضية التفاهم، ونحن نرفض قضية تنازل أو تركيع أو فرض وصايا، لأنه كل دولة لها سيادتها، لها أنا ضمن المنظومة لكن أنا في النهاية لي سيادتي، لي سياستي الخارجية، أتعامل فيها مع من أريد. الآن هم يبحثون عن أدوار أخرى في 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 المنطقة، نحن لا نتدخل في شؤونهم. تريد موقع في اليمن روح اليمن، تريد ليبيا روح ليبيا، يعني نحن قطر لا تتدخل في شأنهم الداخلي، اللي هو كان يتهمون أن قطر تدخل في الشؤون الداخلية. قطر راعيت، حتى لما في اجتماع القمة الأمريكية لما تكلموا عن الإرهاب، بعض إخواننا الخليجيين أشاروا بترامب إنه قطر، يعني يعني فضح قرقروا في إذنه، تحدث عن ذلك علنا رغم أن الكثيرين لم ينتبهوا. لا طبعا، لأن أنا لما أقعد معك وأقول لك والله كلام كما يحدث الآن مثلا في في تسريبات. إذن المرحلة المقبلة، اقتربنا من نهاية النقاش، مرحلة حوار، جلوس على الطاولة كما كانت الدعوات منذ البداية، وبالتالي تهدئة لكل ما نسمع ونشاهده من حشد. لو لاحظت اليوم الإعلام السعودي أنه في باستثناء مقال واحد في الرياض يتناول المشكلة، البقية كلهم لأنه يعني استغربوا مخاطبة تهنية صاحب السمو الأمير المفدى إلى الملك سلمان. قطر ما في قلبها شيء عليكم، يعني احنا لازلنا ما يحدث وما يفرح السعوديين يفرح قطر، وما يفرحنا كلنا. فبالتالي نأمل انه طاولتنا الخليجية وبيتنا الخليجي، وأن نردد خليجنا واحد خليجنا واحد إلى أبد الدهر. شكرا جزيلا لك أستاذ صالح غريب، الإعلامي والكاتب القطري، وشكرا لك أستاذ حواس تقي، الباحث في مركز الجزيرة للدراسات. ومشاهدينا شكرا لمتابعتكم، غدا بإذن الله نافذة جديدة ومتابعة لبقية خبر جديد في تطورات الأزمة الخليجية. هذه تحية لكم أينما كنتم مباشرة من الدوحة. إلى اللقاء.